راه من العيب والعار تهز الزبل من حي وتجيبه الحي. العصارة ديال كيحيدوهم من القوادس كيجيبوا لحوم في لا إله إلا الله. حنا هذا الحي هذا كيكب فيه جميع، كيكب فيه المطرح البلدي، كيكب فيه الأزبال، يجيبوا لي جميع الكوارث كيجيبوها هنا. هاد الناس راه كينتقموا منا وحقرونا بزاف. هاد الناس راه حنا راه ما خدامين ما والو. هاد المنطقة هنا ديال حي آموني كيشيط ليهم غير التلوث والخنز. هادشي راه كارثة للمدينة وللساكنة، راكم كضحكوا علينا. كما كشتو راه لا ما جابوش، جابوا واحد 10 ولا 15 فاياج ديال الكاميو خواو هنايا. اولا كنشكروا جريده اشواقع اللي حضرت معنا في هذه الكارثه البيئيه اللي وقع علينا المجلس البلدي باقليم اسفي بقياده نور الدين كموش، اللي حدث لنا واحد المطرح جديد بحي اموني. كيف ما كتشوفوا هزوا الازبال من واحد الحي قريب لا يبعد عن حينا احنا في حي واحد ب 500 متر وجاو حطوه هنا. يعني كنقولوا ليه هاد التسيير اللي كتسير به المجلس البلدي، هاد التسيير العشوائي، هذا راه كنسموه التسيير العشوائي، راه من العيب والعار تهز الزبل من حي وتجيبوا الحي. حنا كنطالبوا، كنا كنتظروا منك مني شديتوا المجلس غديروا لنا واحد المرافق عموميه، غادي ديروا لنا حدائق، غادي تقادوا الشوانط، غادي تقادوا البنيه التحتيه. حنا كنتفاجئوا بانكم كتهضروا المال العام كتهزوا المازوت وهادشي، كتقولوا بانكم ما عندكمش الميزانيه وكتجيبوا الزبل من واحد الحي لا يبعد عن حي 500 متر وكتحطوه هنا. وحنا كنعرفوا بان المجلس البلدي هو اللي اقتنى الارض ديال مجموعه عبد للنظافه بالملايير وكيساهم معاها، وكنشوفوا هذيك النهاريات حنا جابت لنا العصاره خواتها لينا هنا. هذا المجلس يعني كينتقم من الساكنه انتقاما شديدا، يعني هذا المجلس انتقم منا، يعني انتقم من الاحياء. مؤخرا هزوا الزبل من الزاويه لاحوه في البير، هما دابا كيجيبوه كيلوحونا. هذا هو القرارات العشوائيه ديال هذا المجلس البلدي. حنا كنطلبوا من هاد من السيد العام اللي يتدخل، وهاد السي النائب المكلف بالنظافه ولجنه النظافه، واش هادشي ما كيشوفوش فيه؟ ماشي هادشي راه خارق القانون، هادشي راه خرق للقانون. حنا كنطالبوا منهم باش يديروا لنا مرافق عموميه، يديروا شي حاجه اللي هي تفرح المدينه وتفرح الساكنه. ومن يدخلوا هما القرارات العشوائيه، اتخاذ قرارات في الجليزاسيون راه كنمشيو كنضربوا على مسافه البيار وكله على حساب المسافه تاعهم. ديك الناريات شدوا الشجر ديال سيدي بوزيد قلعوا، يعني جاو هادو. واش حنا كنقولوا موجهتوا من اجل الاصلاح؟ راه حنا مع الاصلاح. ولا بينوا هاد الزبل راه ماشي بعيد، ها هما كاين الكاريانات ورا لو سيبي هنا، كاين الكاريانات يهزوا هاد الزبل ويدوهم يلوحوهم. حنا راه حنا معاهم من ناحيه النظافه، يحيدوا الزبل من الاحياء اللي هاد الازبال المتراكمه. حنا راه حنا كضرنا في خاطرنا، حنا عندنا في الاحياء تاعنا، ولكن ماشي نهزوها وندوها لحي اخر، يدوها راه ورا لو سيبي كاين تما الكاريانات. حنا هاد الحي هذا كيكب فيه جميع، كيكب فيه المطرح البلدي، كيكب فيه الازبال، يجيبوا لي جميع الكوارث كيجيبوها هنا. حنا كنطلبوا منهم يراعوا شويه، يراعوا علينا، يراعوا على الساكنه. راه هادو راه هما ساكنه ومدرسه ديال الابتدائي الفقيه السرغين، هاي لا تبعد عن هذا الزبل. شوف راه واحد جوج راه حشومه، راه هادشي اللي دار هذا المجلس البلدي، هاد القرارات العشوائيه راه ما خداماش. الا كانت عندكم شي صراعات ولا كان هاد المستشار ولا هاد ولا هذا طلبك باش تحيد الزبل لهذيك المنطقه، الدوره لو سيبي دوح دالو سيبر كي الكاريانات. راكم انتم راكم ولاد اسفي، راه ماشي برانيين على المدينه، راه عندكم ناس اللي في المستوى، ديروا اللي في المستوى. حنا كنطلبوا هاد اللجنه وهاد، حنا كنا كنتظروا باش غتكون عندنا حي، تكون مرافق عموميه. حنا ما كنلقاو والو، كنشوفوا بان كيجيبوا لينا غير الزبل. وشكرا جريده اشواقع. اولا شكرا لجريده اشواقع اللي لبات الدعوه وجات باش تصور معنا هذه الكارثه اللي هي بيئيه. كيف ما كتعرفوا الحي ديال اموني اللي هو ناقص من بزاف ديال الحوايج. قبل كاع قبل هذه الانتخابات، قبل هذا الرئيس المجلس البلدي
كنا كنطالبوا بزاف ديال الحوايج، منها التلوث ديال 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 دي المعامل الصناعيه اللي كل نهار كتصب علينا، منها الرائحه الكريهه ديال المطرح، منها البنيه التحتيه اللي الشوانط كاملين حفاري. فاليوم كنت فاجئ بان هاد الكاميوات ديال الجماعه جاوا هزوا واحد الزبل من واحد المكان وحطوه لواحد المكان اللي هنايا كاين قريب المؤسسه الابتدائيه اللي كيقراو فيها الدراري الصغار، وقريب الملعب اللي كاين، ها هو كاين ملعب ديال كيلعبوا فيه الدراري الكره. واش هاد الناس كينتقموا من هاد الساكنه اولا عندنا نخبه سياسيه ضعيفه؟ هادشي اللي بغينا نعرفه. هنا الى جيتوا اليوم، ها انتم كما كشتوا راه لما جابوا واحد 10 ولا 15 فاياج ديال الكاميو خواو هنايا، ورغم كل شيء جينا احنا متاخرين حبسناهم وقلنا لهم راه ما عندكمش الحق انكم تخولوا لنا هادشي هنايا في هاد الارض هنا، لان قريبه الساكنه، ورجعوا شي فاياجات رجعوهم ما عرفناهمش في الدوام. فهذه رساله الرئيس المجلس البلدي ودوك النواب صحاب التصاور اللي كتبقاو تصوروا علينا كل نهار قدام البركاصات، جو تصوروا حدا هادشي دابا، جو تصوروا حدا هادشي دابا ونعرفوكم انكم راكم نخبه سياسيه قد المسؤوليه، جو تصوروا حدا هادشي وقولوا بالله حنا راه حولناه، وتكون عندكم الجراه وتعرفوا بالله انكم حولتوه من تمايا وحطيتوه هنايا. فهادشي راه كارثه للمدينه وللساكنه، راكم كتضحكوا علينا. واش حنايا عندنا مستشارين مغلوب على امرهم ضعاف؟ فين هما الناس اللي طقنا فيهم والناس اللي صوتت عليكم؟ فينهم؟ فين هو ذاك الحزب لا داعي اللي نسموه الاكتاسح اللي جا في المرتبه الاولى اللي كيبقى غير يتصوروا علينا؟ فين هما؟ هاد الناس راه كينتقموا منا وحقرونا بزاف. هاد الناس راه حنا راه ما خدامين ما والو. هاد المنطقه هنا ديال حي اموني كيشيط لهم غير التلوث والخنز، ها هو مطرح دابا غيولي عشوائي، كل مره يجيبوا شويه كل مره يجيبوا شويه، تغيكبر هذا المطرح اللي جا غيخوي هنايا. فكنتمنى من الرساله توصل الله يرحم لكم الوالدين وما تبقاش تعاود لنا بحال هذا الشيء. الله يخليكم الله يجازيكم بخير. هذا الشيء ما بغيناش يبقى يتعاود. هاد اسفير غادي للهويه. هاد الشيء راه كما قلتي المخانز راعيين 4 شهور وحنايا كنشربوا في هاد المخانز، ما بقيناش قدينا تنشربوا. الناس راه تقهرات، كنقول لك شنو هي تقهرات. الناس واصله للعظم، ما عندهاش باش تشري الخضره. فهاد الناس كيبان ليا غير كيخدموا غير في المصالح ديالهم، كيشروا السيارات ب 60 مليون تيل الهواتف من النوع الممتاز، والساكنه كتضيع، الساكنه راه كتغرق، المدينه غاري كتغرق. راه هاد الناس راه ما خدامين ما والو، راه هكاك حنا ما بغيناهمش. هاد الناس كاع اصلا ما طلعناهمش وما بغيناهمش، من جاو لينا الله اعلم. هاد الناس راه كيخدموا غير المصالح ديالهم. وتصور اللي دار شي حاجه اللي شرى بركاصه يجي يتصور حداه ويقول لك انا راني كنخدم، راه ما خدمه ما والو. الخدمه هي تحيد لي البطاله وتنقي لي الماء من الخنز وتقاد لي البنيه التحتيه. عاد نقولوا ديك الساعه انك يمكن لك تصور، وحنا عندنا ديك الساعه حنا نقولوها وبكل افتخار ونشكروك. راكم ما خدامين، راكم راه مجلس زيرو، راه فاشل هذا المجلس. السلام عليكم. وهاد الزبل حيدوه من بلاصه قريبه للسكان، جابوه حدا السكان وحدا المدرسه. حنا ما غندخلش صراعات سياسيه. وين هاد الشيء؟ واش هاد الناس واش ما عندهمش ضمير؟ حولوا بواحد 500 متر ولا 600 متر حولوا من وسط حي ودخلوا وسط حي اخر. واش هاد الناس هاد الناس لا باش هادوك الناس اللي حولوه تجابوه هنا راه فيها خدمه فيها مازوت زائد. واش هادوك الناس حيدوا لهم الزبل وجابوا لهاد الناس وحطوا وحدهم؟ هاد الناس ماشي ساكنه؟ المدرسه فيها التلاميذ صغار حداها. دابا حاليا كاين عزكم الله كلب ميت على الجنب ديال المدرسه، ممكن تمو غاديين وتصوروه معاك. والصوره كتعبر كدوي على راس، راه ماشي مكرفسين لا طرقات الشارع، حتى لا شديتي على الشارع راه الصرب اللي هي محلول. شهدت الزبال العصارات ديال كيحيدوهم من القوادس كيجيبوا لحوم في لا اله الا الله لا اله الا. واش هاد الناس اللي صوتنا عليهم ننتظروا منهم يخدموا معانا ولا صوتونا؟ راه صوتونا، راه كيصوتوا فينا. هادشي راه لا حول ولا قوة الا بالله. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.